سالح. الو الو سرك بيوي سرك بيوي شكون وين سبحني سرك بيوي معايا اللي غني ولد حمزاوي سرك بيوي مش ولد حمزاوي الله يرحمه شكون معايا اخوي انت ولد حمزاوي اللي غنى حماني هو وكفور الله يرحمه وينعمه بدي شكون الله يرحمه وش بيك شكون معايا انا سالح معاك انا بابا كان يعمل في مواطن سالح فهمت كيفاش عاد شديت عليه انا الروليف عاد يذكر فيك بالخير منها قبل القارة خلي معلم مش بيك ترينو انت شنية صالح مش بيك معلم وسع بالك وسع بالك وسع بالك اسمعني اسمعني انت شكونك يا معلم قالوا لي اللي انت اخر حفلة في 2025 في لاس فيغاس قالوا معناها اللي انت من وقت اعتزلت الفن معناها فهمتني وكافون تو يشكي منك معناها ولد كافون اي ولد كافون تو في مأوى العجز قال ما طلش عليا وكل شيء فهمتني مأوى العجز معايا معلم تفرق فيهم معلم اخوي راهو بوك حمزاوي كان اسم مليح باهي معناها ما تعرفش بابا يقول لي فيك لا بالحق معناها كان اسم مليح فهمتني واحنا ولا لا ولا لا تعرفه مليح ولا شنو غلط فيه معناها وجه السوق لا 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 بابا ما كانش ناس مليح ولا اي معناها انت مثلا اخزر 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 الكاميرا قدامك ايش تحب تقول البوك؟ معناها انت ضارب اكثر مني باش تولي معناها ولا كيف؟ قلت لك اخزر الكاميرا قدامك وش تحب تقول لبوك ثم حتى كاميرا قدامي يا معلم احس اخزر ريت المرايه اللي قدامك اخزر لها وقول كلمه معلم ما ثم حتى مرايه يعني انا قاعد في التواليت نحكي معاكم ثم حتى مرايه قاعد انبهي حسرة على التواليتات موجودين فما تواليتات زاد توا لا لا نحكي وحدي اسمعني اسمعني انت انت مغنيت كم وقتها 2000 يا ربي 2012 2000 استنى سي شكون عطاك نمرو يا برد سمك نعم شكون عطاك نمرو يا سي خذيته من عند الحماس نوامرك موجودين من عند الحماس يبيعوا فيه تقول له زوز تقول له نمرو قاسم كافي اللي راح ونمرو حمزاوي زوز الويال ونمرو حمزاوي صحيح زوز الويال ونمرو حمزاوي عادي معناها من غير شقف برافو يعطيك الصحة معناها كيف احنا رانا في 2040 معناها يلزمك تفيق على روحك يا ركباوي بوك كان قافز عليك بالكدا بوك معناها عمل لك قلت ما تعرفوش بابا ردي خويا بابا لو قافز لا حتى شيء كمل بوك عمل الغنية هو كفون الله يرحمه وينعمه فهمتني عملوا بها عملوا بها 6 ملايين صرفوا عليها 50000 فهمتني تفرجوا فيها 8 ملايين فهمتني الوالد معناها الوالد نتاعي انا معلم برجولية صح عليك والله والله براس امك شنية توعد الجمهور نتاعك برحمة بوك منين في بالك الاكسجين في الاكسجين حاطينه لكم يا ركباوي يا ركباوي في بالك اللي الغنايه يا ديما ركباوي يعطيك ركبه على منظرك عليش بيك انت توا يا معلم يا ركباوي يا ركباوي وسع بالك يا ركباوي اسمعني يا معلم حمزاوي الله يرحمه وينعمه الله يرحمه وينعمه معناها اون برانسيب خلي لك صوت باهي تنجم تغني مثلا علاش ما تعملش انت ولد كفو مثلا الله يرحمه غنيه باهي هذه يزي قالوا الله يرحمه الراجل عادي في حبسه ودي صلي على النبي ايش بيه توليت تفدليك حتى كان تفدليك راه ما تجيش راه اسمعني اسمعني انت يظهر لي انت يظهر لي ماكش فيها من اللي احنا في 2040 تو يا ركباوي انت اللي ماكش فيها من اللي انت ما في عام غلط صاحبي ولا خويا والله يا ركباوي انت توا يسمعوا فيك 40 انت معلم اسمعني ركز معايا راهي انت في عام غلط وخويا وحكايتك غلطه وتليفونك غلط وكل شيء غلط فهمت يا ركباوي باهي قبل صاحبي هيك تصحصح ومعناتها هيك توفي لك الناموس اللي عملها في راسك يا ركباوي ايش تقول 40 مليون تونسي قاعدين يسمعوا فيك توا يا ديما 40 مليون قال 40 مليون من قديه يا ودي ما يفوتو انا احكيك حكايه احكي لي حكايه خشمك برايه 2016 هي حصره كان يقول فيها جعفر الله يرحمه تو انت في 2040 وخشمك برايه مازلت اللي كان يقول فيها جعفر القيس بك تتذكر 2013 الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه كيف احكي لي الحكايه يا ركباوي نسيت بيه دخلت لي بعضي يا حاج عليه هكا عليه قلت حتى كلمه حاج مازلت موجوده اسمعني ركبيه شنو هي الغنيه تو اللي توعد بها ركبيه يا سيدي تليك ما مستكم ركبيه يا ركبيه وسع بالك خويا ايه اكثر من هكا بالحق ايش تحب تقول 40 مليون تونسي تو بالحق 40 مليون
40 مليون تونسي. ليه انا اخويا نحب نقول 40 مليون نحب نقول 12 مليون. باهي ميسي والاخرين ونمشيو يا كبير. هذوك مازالوا يا ولدي يا معلم عليه اسمعني نقول لك حاجه اسمع. بعد نجاح الاغنيه نتاع بوك فهمتني حمزاوي الله يرحمه ونعمه هو كفون الله يرحمه ونعمه غنية حماني بعد غنية اسقلي باني اسقلي اسقلي يا حاج والله كنت فدليك انا ويزي معناها بالرسمي يز كهو فيت معناها يز حفيت معناها يا حماني سكيلو مف سكيلو مف ولا شنو الاغنيه الجديده نتاعك سكيلو تصور نجاح كبير معناها بعد غنية حماني انا بعد برسمك منين انت زعما نعم منين انت بالضبط شنو منين؟ أنا في التروزيام إيتاج تو بالضبط. التروزيام إيتاج؟ وهي نستو هي لازم تفدليك. يا راك ما يتعلقش التليفون. بالحق 2040 ما عادش تعلق التليفون. يا دي لازم تفدليك يا ركباوي. تحية للركباوي.